الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم مجددا مع شرح مادة العلوم. بس النهاردة مش هنشرح المنهج زي ما احنا تعودنا، النهاردة هنشرح شيت العملي، شيت التجارب العملية، ونبتدي مع بعض مع أول تجربة. التجربة الأولى: اتعرف على الجهاز الذي أمامك وفيما يستخدم هذا الجهاز. لو جات لي التجربة دي هقوله إن الجهاز ده بيسمى الميزان الحساس والميزان الحساس ذو كفتين، لأن زي ما احنا عارفين الميزان الحساس ممكن يكون بكفة واحدة أو كفتين، يبقى ده ميزان حساس ذو كفتين. بيستخدم في إيه؟ بيستخدم في قياس كتلة الأجسام الصغيرة. تجربة 2: تعرف على الجهاز الذي أمامك وفيما يستخدم هذا الجهاز. ميزان حساس رقمي أو ميزان ذو كفة واحدة رقمي اللي هو الديجيتال، فيما يستخدم بيستخدم في قياس كتل الأجسام الصغيرة. تجربة 3: تعرف على الجهاز الذي أمامك وفيما يستخدم. الجهاز اللي قدامنا دوت اسمه الميزان الزنبرجي، وبيستخدم في قياس وزن الأجسام. تجربة 4: اذكر اسم الجهازين اللذين أمامك. اذكر أيهما يستخدم في قياس درجة حرارة السائل الذي أمامك وما هي درجة حرارته. الجهازين اللي قدامنا، الجهاز الأول ده الترمومتر الطبي، الجهاز رقم 2 الترمومتر المئوي. أيهما يستخدم في قياس درجة حرارة السائل؟ طبعا بيستخدم الترمومتر المئوي. طالب مني إن أعرف درجة حرارة السائل ده، ابتدي إن أنا أحط الترمومتر وأسيبه لمدة دقيقتين، هلاقي إن الزئبق بيتمدد، هشوف تمدد الزئبق هيقف عند أي مؤشر، يبقى دي درجة الحرارة، وليكن مثلا 25 درجة سيليزية. التجربة 5: باستخدام الأدوات التي أمامك عند وضع المادة 1 على المادة 2 ماذا تلاحظ؟ اذكر اسم المادة 1 والمادة 2، اذكر اسم الغاز، ثم اذكر كيف يمكن الكشف عنه. طيب، هي المادة 1 والمادة 2 اللي هم عبارة عن ايه؟ المادة 1 اللي هي فوق أكسيد الهيدروجين اللي هو هيبقى موجود في القمر، والمادة 2 هتبقى ثاني أكسيد المنجنيز اللي هتبقى موجودة في الدورة. لما احط المادة 1 على المادة 2 ايه اللي هيحصل؟ هفتح الصنبور ونشوف ايه اللي هيحصل. بنلاحظ تصاعد في قاعات غازية في المخبار لأعلى، ونلاحظ إزاحة الماء إلى أسفل. الفقاعات الغازية ديت هو غاز الأكسجين، يبقى اسم الغاز الناتج عندي هو غاز الأكسجين. طيب، بكشف عنه عن طريق إيه؟ هجمعه الأول. بكشف عنه عن طريق تقريب شظية مشتعلة. هولع شمعة وأقربها من المخبار اللي أنا جمعت فيه الغاز، بلاقي إن الشمعة بتزيد اشتعالا. تجربة 6: أذكر الأدوات التي أمامك. ما اسم الطبقة المتكونة على الأدوات؟ ما الاسم العلمي لهذه الطبقة؟ الأدوات اللي موجودة مسمار حديد وسلك تنظيف الأواني. اسم الطبقة المتكونة طبقة الصدأ أو صدأ الحديد. الاسم العلمي للطبقة دي أكسيد الحديد. التجربة رقم 7: أذكر الأدوات التي أمامك. ماذا يحدث عند نفخ هواء الزفير بالسائل الذي أمامك؟ ماذا تلاحظ وماذا تستنتج؟ الأدوات اللي موجودة قدامك هتبقى أنبوبة رفيعة، كأس به ماء جير رائق. ماذا يحدث عند نفخ هواء الزفير بالسائل الموجود أمامك؟ هنبتدي ننفخ ونشوف هنلاحظ إيه.
عقرت، يبقى الملاحظة تعكر ماء الجير الرائد. ماذا تستنتج؟ هنستنتج ان هواء الزفير يحتوي على غاز ثاني اكسيد الكربون. تجربة رقم 8، ماذا يحدث عند تغطية الشمعة المشتعلة بالمخبار المدرب؟ ماذا تلاحظ وماذا تستنتج؟ يبقى اول حاجة هنغطي الشمعة بالمخبار، هنلاحظ ان لهب الشمعة بينطفئ. اول لما انطفأ لهب الشمعة ابتدت الماء الملون تطلع في المخبار المنكس، ولو قسنا قد ايه الحجم هنلاقي خمس حجم المخبار. يبقى هنقول له ينطفئ لهب الشمعة ويرتفع الماء الملون في المخبار الى خمس حجمه، هنستنتج ان بيشغل الاكسجين خمس حجم الهواء تقريبا. التجربة 9، اذكر اسم المادتين ألف وباء، المادة ألف والمادة باء. ماذا يحدث عند وضع المادة ألف على المادة باء؟ كيف يتم الكشف عن هذا الغاز؟ المادة ألف اللي هي حمض الهيدروكلوريك المخفف، المادة باء كربونات الكالسيوم. عند وضع المادة ألف على المادة باء هنشوف هيحصل ايه. حط ألف اللي هي حمض الهيدروكلوريك المخفف، نفتح الصنبور، هيحدث فوران. ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. بقدر اكشف عن غاز ثاني اكسيد الكربون عن طريق امراره على ماء الجير الرائد. وطبعا المفروض دلوقتي بيطلع غاز ثاني اكسيد الكربون، يعني لو حطيت دلوقتي ماء جير هلاقيه ان هو بيتعكر. بلاقي اني مية الجير تعكرت، وده دليل على خروج غاز ثاني اكسيد الكربون. تجربة رقم 10، تعرف على الشكل الذي امامك. استبدل الارقام التي امامك بالبيانات. الشكل اللي قدامي دوت بيمثل الخلية العصبية. طبعا هنستبدل الارقام بالبيانات. رقم 1 النواة، رقم 2 التفرعات الشجيرية، رقم 3 محور الخلية العصبية، رقم 4 التفرعات النهائية. تجربة 11، اذكر اسم العضو الذي امامك الى اي جهاز ينتمي. استبدل الارقام التي امامك بالبيانات. اسم العضو هو المخ، ينتمي الى الجهاز العصبي المركزي. الارقام اللي انا هستبدلها بالبيانات، رقم 1 النصفان الكرويان، رقم 2 المخيخ او النخيخ، رقم 3 النخاع المستطيل. التجربة 12، اذكر اسم الجهاز الذي امامك. مما يترقب الجهاز الموضح، وضح البيانات التي امامك. اسم الجهاز هو الجهاز الهيكلي، بيتركب من جهازين او من جزئين، الهيكل المحوري والهيكل الطرفي. الهيكل المحوري طبعا احنا عارفين ان هو الجمجمه والقفص الصدري والعمود الفقري، والهيكل الطرفي اللي هو عظام الطرفين العلويين وعظام الطرفين السفليين، بس هو مش طالب هنا، هو طالب بس ان هو بيتركب من ايه. وضح البيانات التي امامك. رقم 1 القفص الصدري، رقم 2 الجمجمه، رقم 3 عظمه العضد، رقم 4 عظمتها الساق.